شيء في مرمى بسم الله. قال هذا فصل بعكس الأول، تبدل فيه الهمزة واو أو ياء، وضابط ذلك ما يجمع على مفاعل لإشارة بقوله والمد يزيد ثالثا في الواحد من الصحائف، وكذلك ذلك لين اكتمف مد مفاعل كنيف ونيائف. إذا كانت لام في المفرد همزة أو ياء أو واو اعتلت في المفرد، فإنك تقلب كسرتها فتحة وتقلب الهمزة أو الياء همزة تقلبها ياء. فمثال ما لامه همزة خطيئة، خطيئة تجمعه فتقول خطائئ كصحائف، خطائئ الأولى الهمزة الأولى بدلا من الياء في خطيئة، والثانية لام الكلمة اجتمعت همزتان في آخر الكلمة، القاعدة أن تقلب الثانية ياء، فتقول فيها خطائئ ثم تقول خطائئ تقلب كسر فتحة، وقال في هذا وافتح ورد الهمزة ياء، فتقول فيها خطائئ أو تقول خطائئ كصحائف ثم تقلب الهمزة الأخيرة ياء، فيصير له خطائئ، ثم تفعل ما قاله لك، قال أقلب الكسر فتحة فتقول خطا ايو، تحركت الياء وفتح ما قبلها قلبت الف صارت خطا، توالى شبه ثلاث الفات همزتان الفان وهمزه الوسطى قلبت وسطاهما ياء فصار العمل صار له خطايا بعد خمسه اعمال تصريفيه. واذا كانت لام الكلمه ياء مثل هديه ورزيه او لنا رزيه هديه تقول فيها هدائي هدية ياء فعيلة، هدية فعيلة الياء الأولى سوف تقلبها همزة تقول هدائي هدائي ثم تقلب الكسرة فتحة فتصير هدائي، تحرك ذا وفتح ما قبلها فقلبت ألفا صارت هداء، توالى شبه ثلاثة ألفات قالت وصاه ماء فصارت هدايا بعد أربعة أعمال تصريفية. إذا كانت اللام همزة عليك خمسة أعمال تصريفية، إذا كانت اللام ياء عليك أربعة أعمال، وإذا كانت اللام واو اعتلت في المفرد مثل مطية مطية صفها مطيو مطية صفها مطيو، ما الذي حدث فيها؟ اجتمعت الأولياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء وضربت في الياء سويتك مثل المرمي ومثل لواليا صلويا وطواطيا أصلها مطيو هكذا مطيو، قلنا فيها مطايو مطاي يو الياء يا مطي يا مطي. والواو كما هي، الواو إذا وقعت متأخرة وقبلها كسرة في جميع اللغة تغلب ياء، كلكم تقول رضي وتقول الغازي والداعي وتقول قوي أصلها قوي، قلنا فيها في البداية قلنا فيها مطي قلنا فيها مطاييو ثم قلنا مطاييو يا الواو الأخيرة ستكون الواو ستكون ياء، ثم قلنا مطا قلب الكسر ثم قلنا مطائي قلب الياء همزة مطائي ثم قلبنا الكسر فتحة صارت مطائي مطائي، تحركت الياء وفتح ما قبلها قلنا مطاء ثم مطايا بعد خمسة أعمال تصريف. أما إذا كانت الواو سليمة في المفرد مثل إداوة وعلاوة، الواو سلمت في المفرد نطقت بها كما هي، فتقول في إداوة إداوة علاوة إداوة تقول فيها أدا أدائيو، إداوة مفاعل أدائيو الهمزة بدل الألف في إداوة لأن ذلك زائدة، قلت فيها أدائيو ثم قلبت الواو ياء لتطرفها بعد كسرة صارت أدائيو، ثم قلبت الكسرة فتحة صارت أدائيو، ثم قلبت الكسرة فتحة قلت أداء كيف ذلك، لأنك جمعت لأن الواو ظهرت في المفرد فتظهر في الجمع فتقول أداء بعد خمسة أعمال تصريفية. أنا أقول كل هذا في بيت واحد، وافتح ورد الهمزة يا في ماء لما وفي مثله راوة جعل. أما ما كان
ما كان لازم مفاعل، ولذلك كتبنا فيها لينان مثل زاوية، زاوية فتقول فيها زوائي، زاوية زاوية، الزال الزاي والألف والواو، عندما تجمع في التكسير سوف تنقلب الألف واوا، مثل صاحبة وصواحب، وقائمة وقوائم، فتقول فيها زوائي زوائي، الياء التي كانت بعد الألف صارت همزة، فتقول فيها زوائي زوائي، ثم تقول فيها زوائي، ثم زوايا بعد أربعة